نازلين ان شاء الله النهارده ومكملين الى ان ياتي الجيش الحر المصري ويرجع الى سكناته لكي يكمل مشواره. الجمهوريه العربيه المصريه مصر لم يحكمها في يوم من الايام عسكري، لان العسكر كادوا ان يقتلوننا. فلمثل هذه الايام ارجو من كل قاده الجيش الاحرار الرجوع الى سكناتهم وترك البلاد تمشي في مجرياتها الاساسيه وتاتي الشرعيه الى مستحقيها. الجيش جعل للحمايه والحفاظ على البلد، ليس للتدخل في شؤون الشعب. اقول للقوات المسلحه، مش بخاطب القوات المسلحه، بخاطب الاشراف من القوات المسلحه، انتوا فين؟ سايبيننا ليه؟ اعملوا حسابكم، ربنا هيحاسبكم لو مش اتحركتوا. انتوا لو مش قمتوا وقلتوا كلمة حق في وش الظالم، قلتوا للظالم لا، الظالم هيفتري علينا وبطشه هيطولكم. فانتوا لازم تظهروا، ان كان بكرة وان كان في خطة بيناتكم لازم تتنفس، لان ده ان شاء الله الطغان هيعم علينا وهيعم على الكل. 60 سنة مصر في خراب، اي دولة حاكمة حكم عسكر خراب ودمار. فانا رأيي ان الجيش يرجع لسكنه.